Syntactic Parsing. بهيدا البارت من الـ NLP أنا بدي أحكي عن الـ Grammatical Contribution يلي بتكون موجودة عندي يلي بالـ Sentences يلي أنا بقدر من خلالها أقدر طلع المعنى يلي نحن بحاجة لإله. طبعاً الـ Syntactic Parsing it is a little bit hard topic to cover or to consider all the algorithms لأنه في عندي كتير challenges طبعاً بحسب اللغة اللي عم بستعملها ولأنه الكلام نحن بنعرف أنه بيكون في عنده كتير modifiers بدي أخذهم بعين الاعتبار ولكن نحن حناخد نظرة شاملة بقلب هيدا البارت. بداية أنا حكون عم بحكي عن Syntactic Parsing تنقدر نحن نعطيها definition تنقدر نشوف كيف بدنا نستعملها. طبعا هو نحن we need to understand the meaning through the grammar and structure of the sentence. يعني أنا ما بقدر أفهم المعنى من الجملة إلا ما أعرف الجرامر يلي موجود عندي بقلب هيدي الجملة، كيف مصرفين الأفعال، كيف محطوطين الناونز بالسنجلر ولا بالبلورل and so on. يعني بمعنى تاني نحن بحاجة انه نشوف كيف السنتنسز معملن consideration باللغة اللي عم نعملها study. طبعا ممكن تكون Arabic ممكن تكون English it depends ولكن نحن طبعا بهيدا chapter we will be considering only the English language to understand the rules يلي نحن بحاجة لقلهم يلي هن grammatical rules. أكيد طبعاً إذا نحن كنا عم نقول بدنا نفهم جملة يعني أنا إذا بدي أفهم هالجملة مش بالضرورة أكون بس أنا مركز على السينتاكتيك فورم تبعه نو طبعاً ممكن كتير أنا أكون عم بركز على السيمانتيك تبعه لأنه نحن إذا خدنا جملة مثل example life is a roller coaster يعني الحياة هي مثل كأنه دولاب كبير فإذا الحياة منا دولاب كبير هيدا عبارة عن ميتافور يعني تعبير مجازي فإذا هون أنا بدي أطلع الانتنت تبع اليوزر علما أنه هيدي الجملة جراماتيكلي كتير صحيحة ولكن إذا بدي ترجمها بحذافيرة ما بتفيد المعنى بشي فمشان هيك نحن طبعا بدنا كتير ننتبه نحن على الوردز كيف مصرفين بقلب هالجملة حتى أقدر أنا أشتغل على level of the phrases يعني أنا بيهمني بهيدا التشابتر أني يكون مركز على level of the phrases. هون في شغلة طبعا أنا مهمة ليش أنا بحاجة للsyntactic parsing؟ نحن بحاجة لإله to answer the questions يعني أنا syntactic parsing answers the questions كيف تعمل هالanswering process من خلال وجود الverbs مين موجود قبل السبجكت ولا الverb بعرف إذا في عندي question أو لا تقدر أعمل checking للspelling والgrammatical mistakes يعني أنا بعمل checking بشوفي هل ترى هالجملة مكتوبة صح ولا لا تقدر أعمل information extraction وكذلك الأمر إذا كنا نحن عم نعمل dealing مع chatbots أو voice assistants اللي هن عبارة عن devices أنا بقدر أعمل interaction معهم فهون أنا شو بيجي بقول أنا بحاجة لمين للsyntactic parsing كذلك الأمر نحن لازم نعرف أنه بالsyntactic parsing حيكون هو عبارة عن أساس كتير كبير مهم بالPOS speech tagging يعني part of speech tagging تقدر أعمل classifying لكل word بقلب هيدي الفريزز أو بقلب هيدي الفريز الموجودة عندي.